يعني احضرينا ارجوكي. ازاي ايهاب مقتنع باسلوب الاتيكيت؟ اخبارك ايه؟ صباح الخير. تفضل. صباح النور. اهلا وسهلا. احلى كلام عند الصبح، احلى ايجابيه واحلى ابتسامه. اهلا وسهلا. انا بشكركم كثير على هالتفاعل، هيك نشاط وحيويه وما شاء الله عليكم. تسلم يا رب. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير للمستمعين. اهلا وسهلا. انا سمعت اتيكيت ودخلت. ناخذ الحديث. انصفينا بقى. ناخذ الحديث من اخر. بدي اشكرهم لان الصبايا كانوا كثير متحمسين وهن دليل عن حبهم، يعني انه انا كيف بدي اصلح علاقه، يعني فانا دائما عم يدوروا انه اشياء صغيره عم تخطر ببالهم سلبيه نحن كيف نتعامل معها. يسلم تمك. ثلاثة على اثنين. صراحة هو الرياضة شيء حلو، رياضة بتعطيكي شغف، بتعطيكي حماس، كمان انك تكوني ببيت الشخص الثاني غير متفاعل غير متحمس، يختار الوقت المناسب لأفكار او لمواضيع بوقت المباراة، صعب انه يعني صعب انه الشخص الثاني يقبلها. نحن دائما بنقول الاتيكيت هو ان افهم مشاعري وان افهم مشاعر الاخر وان يعني انتقي الكلمه المناسبه في الوقت المناسب في الزمن المناسب. دكتوره ندى، انا هلا بدي انه ما تيجي بوقت المباراه وتيجي تحكيني بفواتير الكهرباء مثلا، وانت عارفه قديش عندي شغف. يمكن تحين وقت طرح الفكره. هلا نحن لانه انا مدربه فنحن بنعمل بنعرف انماط الشخصيات، ففي شخصيات بتحب تكون سنتر، فانت لما بتعطي كل اهتمامك وكل هالاندفاع لهالمباراه وبتتفعل فحتما في حدا بحس يحب انه انا كمان مهم. مهم. فانا في بعض الشخصيات مش دلوقتي بتخلص المباراه. فانت تعتمد على مسيره الحياه الزوجيه، هل الشخص اللي انا معي بتعامل معه هل هو بحب يكون مهم بحياتي؟ هل هو فعلا شريك لي؟ هل هو بيمشي قبلي؟ هل هو بيمشي بعدي؟ اشياء صغيره بتخلينا نعرف الاخر. انت بتنتبه هلا انت بالسوبر ماركت او بالسوق او شيء، بنحس نمط الشخصيات، في سيدات بتسبق زوجها فبتحب تكون هي المهمه الاول تعطيه، هي عن حب. انا ما عم نقول احنا سلوك هذا، يعني ما عم نقيم السلوك، لكن هي بتحس انه بالمسؤوليه فبتحب تحكي، بتحب بصريه هيك تشرح له هنا وهنا وهنا وهنا. ففي شخصيات بتحب تمشي جنبه بتشاوره بتسمع له بتتفاهم معه، في شخصيات تعطيه الفرصه، هي ممكن هو كاتيكيت يفتح له الباب وبيقول لها تفضلي، بعد ما تمشي بيرجع بتقول له انه تفضل حضرتك كمل، يعني انت ابقى شوف لي الموضوع شوف لي المكان. فالفكره اني انا افهم الشخصيه اللي معي، هل انه انا لما بدي بعرف انه قد ايه هي بتحب الاهتمام فبقول لها شو رايك نشرب فنجان قهوه، جيبي شيء نشربه سوا، عادي اكتبي انا وعم بتفرج على المباراه، عادي جنبي لاشرح لك كذا. فانا شاركتها، يعني انا حسستها بالاهتمام. الحياه حلوه لكن نحن بدنا نعملها اجمل. نحن اللي بنعقدها. اكيد نحن اللي بدنا نعملها اجمل. نحن بدنا بعدين بدنا نستفيد من كل فرصه سلبيه انه مثلا نخليها اني اعبر عن حبي عن ايجابيتي عن تفاعلي عن اهتمامي حتى لو صار سوء فهم. صحيح. عندي سؤال لحضرتك الدكتور، ازاي انا عشان خاطر اهيئ نفسي نفسيا ان انا اتعامل كده مع الشريك ايا كان هو صديق ولا زوج ولا اخ ولا ام ولا زميل ولا واتيفر، ازاي انا احاول امتص غضبي بنفسي؟ ازاي احاول ان انا تبقى كل افكاري ايجابيه تجاه الشخص حتى لو ده مش حقيقي؟ اعمل ايه؟ هي اني انا اولا لافهم انه هل الغضب اللي عندي هل هو الان حدث لموقف الان او هو من الماضي متراكم، هل هو انا حامله معي ذكريات مختلفه، عندي مثلا حب لاني اثبت وجودي، عندي تقدير للذات، هل عندي يعني المهم انا الافكار السلبيه اللي جايتها من البيئه اللي انا طالعه منها من الاصحاب اللي انا بتعرفي انت قد ايه البيئه بتاثر علينا هلا. صحيح. اصحابنا قد ايه بيعطوكي سلبيات، لا الزواج مش حلو، لا الزواج حتروح حريتك، لا الزواج يعني تحسي انه انا عم بمتص عبارات سلبية. فهل هو فعلا انا عندي هذا متاثر ومتاصل فيني الافكار السلبيه ام حدثت الان؟ احيانا رد فعلنا بده يكون الى الان، الان انا اختلفت انا وياه وجهه نظر وما في حدا ما بيختلف، كيف امتص اني انا كيف حول طريقه تفكيري؟ انا بقول لحالي لا الحق معه، الان هو مهتم بهالموضوع، لو انا كنت عندي مثلا موعد او عندي شيء عم بعمله وحدا من الاولاد طلب مني حاجه فحيكون رد فعلي نفس الشيء.
المهم اولا بدايه نحن ما شاء الله تبارك الله ببلد تعلمنا التسامح والايجابيه والسعاده، فانا دائما بقول انه الشخص اللي اختلفت انا وياه اني اتسامح معه، يعني مش انه انتظره وعدله كم مره اختلفنا. والان هل بتستاهل هاللحظه اني انا كبر الموضوع؟ ايه اذا تعال نتفاهم. ما بتستاهل بأجل الموضوع، بقعد يعني بحكي مع نفسي يعني كل هالفترة يعني اللي أنا معصب فيها. أيوة. بقعد حدث مع نفسي إنه حالي إنه أنا لأنه أحيانا بتحس في انسحاب مش سلبي، هو انسحاب الآن، أنا بنسحب الآن لحتى ما كبر الموضوع. أنا لا يعني بتعاطف معه إنه هو عم يحضر مباراة الآن، فأنا بستمتع إنه خليه مبسوط، لأنه هلأ هو هذا الانعكاس حينعكس علي وحنرجع يكون عنده نفس الحماس الإدرينيل العالي حاستفيد منه أنا. أو بقول لا إنه أنا الآن في شيء حدث مهم الآن لازم أخبره عنه وبيستاهل إنه نحنا ننظر فيه، مثلاً صح الله صار حدث، صار خبر، صار كذا، فأنا بدي حكم عقلي. ما شاء الله تبارك الله أنتم كشباب واعي وجيل واعي وجيل مثقف وجيل فهمان وجيل يعني عنده كل الإمكانيات، بتحسوا كيف ما حكيته بيفهم عليك، فأنا بس مهم أفهم على ذاتي هل يستاهل الآن الموقف رد فعل؟ إذن إذا كان في رد فعل بالإتيكيت أني استخدم الكلمات المناسبة أو المعبرة. المجاملة كثير مهمة لكن ما تكون مجاملة على حساب مبالغ فيها أو كاذبة. حسيت معك إذا بتسأل مثلا طيب أوكي أنا بعتذر وبروح تعال هون عشو بتعتذر بالضبط؟ ما أنت بدك تكون مقتنع أنك أنت معتذر بشي، بس مش كلمات تقول عم بعتذر كلمات تقطع مشكلة. مظبوط. هلا انا بقول كأم وأب بالبيت معلش اذا استخدمنا الكلمات حتى بدون ما افسر لحتى ما عود الولد على الجدل، فعودوا معلش بعتذر شكرا لو سمحت ما مشكلة، لكن فعليا انا بدي ارجع اشوف هالشخص هو اعتذر. ما بيمنع اذا انا بحب هيدا الشخص اتنازل له، يعني ما بيمنع احيانا، يعني احنا بحل المشكلات بنحس انه الان اذا هالشخص بيهمني أيجين مثلا انه اعتذر ولا اني لا حمله المسؤوليه، لا بعتذر لحتى اني اكسبه، لانه انا عم بحط برصيد الحب تبعنا، عم بحط بالرصيد التسامح تبعنا، عم بحط برصيد الالفه المبنيه تبعنا، لانه انا اذا بدي انتقده اذا انا ناقده او صياده للاخطاء اذا كل مره بدي انتقده فلازم اتفاقم بالنهايه. مزبوط. صح. طب دكتوري ندى هلا يعني الافكار السلبيه اذا وجدت بحياتنا او احنا سمحنا لها انه تكون موجوده بحياتنا رح تخلينا نحيد عن التوجه باتجاه الهدف او مثلا باتجاه النجاحات، كيف فينا نحول الافكار السلبيه لايجابيه لتساعدنا نوصل للنجاحات والهدف اللي مفروض يكون قدام عيوننا؟ الآن صار عنا كتير أشياء بتساعدنا. أولاً خليني أفكر، هل الأفكار من البيئة فبغير البيئة؟ هل الأفكار من صداقاتي صديقاتي؟ ما بغير صداقاتي لكن بزيد صديقات إيجابيات بينظروا للحياة بطريقة حلوة. هل أنا محاجة لأني استخدم مثلاً كتب جديدة؟ بتعرفي أنت صار فيكي تقرأي، فيكي تسمعي كتاب مسموع، فيني أشوف في يوتيوب بأخذ من وقتي. هل الأشياء اللي أنا عم شاهدها هي عم تعطيني طريقة سلبية بحياتي بالتعاطي مع الآخر؟ لأنه كتير ناس مثلاً بتركز على مسلسل معين، على أفلام معينة، وهلأ تذكرتوا عن الذكريات الحلوة، فأحياناً منحس أولادنا عندهم في أو تفاعل سلبي لأنه من اللي عم يشاهدوه، فأنا لأشتغل على حالي، وهذا هو تطوير الذات، لأنه كل العالم بتشتغل على كل البيئة وبتشتغل على كل شيء، لكن مطلوب مني أنا أشتغل على حالي. هلأ اليوم كان في عنا نقاش نحن هل أشتغل على نقاط ضعفي ولا نقاط قوتي، المهم أنه يكون عندي هدف محدد. إذا هدفي نقاط ضعفي وتوصلني لخطوات إيجابية لمكان يساعدني أني أوصل للنجاح أشعر بالنجاح فبغير من حالي أنا، إذا لا بغير الخطوات السلبية. أما إذا أنا عندي خطواتي عندي نقاط الضعف السلبية ومقابلها نقاط قوة وهي بتساعدني بتفتح لي الأبواب، لا بترك هلأ نقاط الضعف وبشتغل على النقاط الإيجابية القوية اللي بستخدمها. أنا شاطرة بالحوار، أنا شاطرة. هذا الكلام جميل جدا، تفضل. الله يزيد فضلك. ولكن أحيانا بنلاحظ أنه في ناس بيجي بيحكوا لنا يا اخي بدل ما تفكر تفكير سلبي وتاخذ القصه هاي من زاويه سلبيه فكر بزاويه ايجابيه،
فعليا دكتورة ندى لو بدك تحكي لأي واحد بالعالم والله شو ما صار معك فكر بإيجابية رح يقول لك الموضوع مش شربت مية صحيح مش سهل صحيح. انه والله يصير صحيح. معي موضوع واقول يلا مش مشكلة صحيح. لا نحن اذا بنشر معنا التاير بالسيارة بالإطار خلص كان مسكرت الدنيا مين داعي علي بتقول مين داعي علي مين اللي نحسني اليوم صحيح انا ما بدي اياك انك انت كل الوقت تفكر بطريقة إيجابية لكن انا بدي اياك لما بتفكر بطريقة سلبية ما تعبر عنها كثير ما تكون ضحية ما تقول انه انا حظي سيء يعني امبارح انا سيب لي ذكر دكتور امبارح سيارتي اندعمت رحت مسكت سيارتي بدي اروح على البيت بنشر معي التاير رحت طلعت السبير بدي اضرب جيك ركبت كان منفوخ التاير السبير ركبت تاير السبير اوكي نزلت الجيك طلع نص منفس قلت طيب اوكي بروح على شيشة البترول وبدي انفخه رحت على شيشة البترول المنفخ ما بنفخ والله العظيم رحت على شيشة ثانية كمان ما نفخ يعني احيانا انا شو قلت سلمت امري لله قلت بدي اروح على السيارة حتى جنب البيت وخلاص هيدي احلى كلمة هلا سلمت امرك لله اولا واخيرا دائما في ناس كثير عندهم يعني خلص الايمان بيعطيهم راحة نفسية المهم شو العبارة اللي انتهت فيها بدك تقول الحمد لله اليوم الحمد قدرت غير التاير واني زبط كذا واعمل كذا كذا فبعطي كريدت لنفسي هون التفكير بإيجابية ما بقول انه ليش صار معي ما بقول اليوم كان حظي سيء ما بقول لاني هي دائما وقت بقول الحمد لله ليه لاني قدرت غير التاير وانا مكان متوفر قدرت اعمل هي الشيء وانا بامان قدرت مثلا اخر طيب على موعدي مرن مثلا في مواعيد حرجه مثلا عندك مقابله مع عمل عندك موعد مع مدير عندك موعد مع طياره فالحمد لله انه انا صارت كل هالامور وانا قادر سيطر عليها قادر ديرها بطريقه حلوه بعطي لنفسي I do it I did it I credit هيك بحط إنه أنا بحب حالي لأنه الحمد لله عندي هيك مرونة بسرعة بقدر حل المشكلة ما اتصلت على حدا تعرف يعني هون السلبية لما أنا بعجز وإنه عندي طاير وما عارف شو لازم حد يتصل وكذا كذا هيك هي الإيجابية حكيت شيء عن هلأ من شوي مدمد عن الاتيكيت نعم افتح له الباب وخليها تفضل تنزل أنا بلاقي إنه هذا الشيء له حسنات وله سيئات نعم. في محلات غير عقلية ومن غير ناس من الخارج ومجرب نطبقه بمجتمعاتنا وما بيزبط ما بيزبط لأنه اختلاف مجتمعات بس بتلاقيها بتجي هي بتصر على المواضيع أنه لا لازم نعمل هيك لازم تعمل لي هيك لازم تعمل لي هيك كيف جرب اقنع الشخص اللي قدامي أنه مش كل شيء أنت شايفه إيجابي لك ممكن يكون إيجابي بالمجتمع الموضوع. صحيح هو إن أنا إذا تصرفت إتيكيت بغير مكانه يعني أنا إذا تصرفت إتيكيت مع ناس ما بتعرف هذا الإتيكيت بعدين الإتيكيت مش بروتوكول يعني بتختلف البروتوكول عن الإتيكيت الإتيكيت يتعلق بالعادات والتقاليد فأنا ما بكسر يعني هو ألا يكسر العادات والتقاليد والدين فأنا ما ممكن كمان ببيئة عمل مثلاً أني أتصرف كتير إتيكيت والبيئة كلها فعالة ومندمجة وهيك لكن هو مرتبط بالسلوك السلوك الإيجابي أني يكون مثلاً نبرة صوتي حلوة سلامي حلو مصافحتي حلوة رد فعلي حلو على المواقف الصعبة مثلاً أني أعرف احترم اللي مركزه أعلى مني أعرف أني اهتم باللي جنبي يعرف عنه هي الإتيكيت هو سلوك أنا ما مضطر أني أقنعه لما بيكون أنا سلوكي أنا مهذب أنا سلوكي بيعطي عن البيئة اللي جيت منها أو أني أنا حسنت البيئة يعني أنا كنت بوضع صرت أحسن وأفضل وأحسن وصرت عم عاشر أكثر وعم بتعامل أكثر فصار في عندي إضافات جديدة بحياتي لازم أتمرن عليها بطريقة راقية أني غير سلوكي بشكل أني يكون جذاب في حدا ما بيحب يكون ناجح وجذاب في كثير ناس ناجحين بس تقول لك بس أنا ما عندي ناس تحبني ما عندي عالم اجتماعي ما عندي طيب ليه سألت ليه لأنه يمكن أنا بفرض رأيي يمكن لأني أنا ما بقاطع بالحكي يمكن أنا ما بسمع الآخر يمكن أنا ما بدي أحط كل شيء علي أنا بس أنت سألتني عن السؤال أنه أنا كيف أقنع الآخر وإلا هو الأمور متبادلة دائما في فعل ورد فعل صح في رسالة ومرسل ومرسل إلي وكيف أرسلت الرسالة ولغة جسد أحيانا يعني تفرق إنسانا صح؟ هي small details كل شيء له هي small details ما بقولك مثل العطر مثل العطر هي السلوك الراقي مثل العطر لما بتتركه على اليد صافح تترك أثر طيب إما بتترك أثر قوي إنك بس يمرق اسم فلان والله سلوكه راقي
يعني احنا ما نستعمل كلمه الاتيكيت كثير، بس هي انه اتيكيت، سلوكه راقي، تهذيبه، بعدين انه مثل الذكاء الاجتماعي مثلا، بيتصل علي بالمناسبات، بيعايدني بالحزن، بياخذ بخاطري، بالحب بيدعمني، في تواصل ما بيننا وفي تفاعل ما بيننا في الحياه حتى الاجتماعيه ما بين الاصحاب. يمكن ده احسن شعور دكتوره، ان احنا نحس بحد انه يطمن علينا، يسال علينا، لانه احنا دايما محتاجين لبعض ودايما حابين انه احنا نحس انه احنا محط اهتمام عند شخص معين. عموما دكتوره ندى شرفتينا ونورتينا، وشكرا جزيلا، وان شاء الله ما تكونش اخر مقابله، لازم نلتقي مره ثانيه. نطلع بريك وبنرجع ثاني. شكرا.